تحليل المختبر العاشر Differential RBC Count عد خلايا الدم البيضاء. الغرض من هذه التجربة هو معرفة نسبة كل نوع من أنواع خلايا الدم البيضاء في الدم الكلي. تقسم خلايا الدم البيضاء إلى نوعين رئيسيين. النوع الأول الخلايا الحبيبية اللي هي الجراندير سيلز، تشمل النيتروفيل اللي هي موجودة بنسبة عالية بالدم الكلي حوالي 55 إلى 65%. تمتلك نواة متعددة الفصوص حوالي 3 إلى 5 فص. وظيفة الخلايا النيتروفيل هي السنك، يعني القيام بوظيفة الانسلال اللي هي هجرة النيتروفيل الموجودة في الدم خلال الأنسجة عند حصول التهاب. والنوع الثاني الحركة الأميبية، تحصل عند حصول التهاب في النسيج، النيتروفيل تهاجر النسيج الملتهب أو المنطقة الملتهبة حتى تقوم بقتل الجسم الغريب كالبكتيريا. تقوم قتل البكتيريا من خلال إفراز الإنزيمات المحللة. شكلها هذا اللي هو تكون متعددة الفصوص 3 إلى 5 فصوص، هذا شكل خلايا النيتروفيل. النوع الثاني الإسنوفيل الحمضة، تشكل نسبة 6% نواة ذات فصين، تمتلك حبيبات بالسيتوبلازم. وظيفتها امتصاص الهستامين، امتصاص الهستامين الذي ينتج من قبل أو في حالات الحساسية. البيسوفيل والقاعدة نسبتها تقريبا 1%، نواتها على شكل حرف S بهذا الشكل. وظيفة البيسوفيل اللي هي إنتاج الهيبارين أو إنزيم الهيبارين الذي يمنع تخثر الدم داخل الأوعية الدموية. الخلايا غير الحبيبية تشمل الليمفية والوحيدة. الخلايا الليمفية خلايا نسبتها تقريبا 35%، نواتها كبيرة تملأ حجم الخلية. وظيفة الخلايا الليمفية هي تنظيم الجهاز المناعي في الجسم. والخلايا الوحيدة أكبر خلايا الدم البيضاء نسبتها 2 إلى 10%، ونواتها كلوية الشكل، ووظيفتها قتل الميكروبات. قتل الميكروبات هاي أنواع خلايا الدم المعيسة تحت المجهر. طريقة العمل، شلون أحضر شريحة زجاجية؟ بداية آخذ شريحة زجاجية نظيفة، أخلي عليها قطرة دموية من أحد طرفي الشريحة، أجيب سلايد ثاني، أسحب السلايد فوق الشريحة اللي الموضوع عليها قطرة الدم إلى الخلف. بعدين هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، أبدي ألامس قطرة الدم مع السلايد. الخطوة الأخيرة أو الثالثة، أسحب قطرة أو السلايد أسحبه إلى الأمام حتى أنشر القطرة الدموية. هاي تحضير مسحة دموية. أصبغ السلايد باستخدام صبغة الليشمة، طبعا أترك السلايد ليجف في الهواء، بعدين أصبغه باستخدام صبغة الليشمة، وأفحص السلايد تحت المجهر. وهذا الفيديو يوضح طريقة العمل. بداية هاي المواد المطلوبة بالعمل اللي هي مسحة دموية، مقصات، وشريحة زجاجية. هاي المواد المطلوبة. بداية آخذ شريحة زجاجية نظيفة هذا الشكل، هاي شريحة زجاجية نظيفة، أخلى عليها قطرة دموية من أحد أطراف الشريحة بهذا الشكل. خلي هنا قطرة دموية، أسحب بالمقصة جزء من القطرة الدموية، هنا أخذ قطرة وأخلي على أحد أطراف الشريحة الزجاجية. خلي قطرة على أحد أطراف الشريحة الزجاجية. بعدين أخذ سلايد، أخذ سلايد أخليه فوق السلايد الأول، أسحب السلايد إلى الخلف
أسحب السلايد إلى الخلف حتى يلامس القطرة الدموية، بعدين أسحب السلايد إلى الأمام لنشر القطرة الدموية، لنشر القطرة الدموية، وبهذا أحصل على مسحة دموية بلاد اسمية، مسحة دموية اللي تحوي خلايا الدم البيضاء بالإضافة إلى خلايا الدم الحمر وبقية الخلايا. شوف هذه الطريقة بالإعادة، أسحب السلايد إلى الخلف الفوقاني وأسحبه إلى الأمام وأحصل على مسحة دموية. هسه حضرنا نوع من الشرائح، هذا يكون هو المفضل لأنه يكون خفيف، مسحة خفيفة. السلايد دائما يتكون من 3 أجزاء المسحة الدموية، اللي هو شنو؟ الطرف الأول، طرف وسطي، وطرف خلفي. هذه هي مكونات السلايد في المسحة الدموية. دعنا نشوف هنا رأس السلايد، هنا جسم السلايد أو وسط السلايد، وهنا ذيل أو مؤخرة أو آخر السلايد. هنا أجي أحضر الصبغة اللي هي صبغة الأشمام وصبغة الغمزة اللي هي أستخدمها لتصبيغ السلايد. بدي هنا أحضر الصبغة المطلوبة، بعدين أجي أغمر شريحة زجاجية في داخل الصبغة، أجي أفرغ الصبغة هنا هذا الوعاء اللي مخصص للشرائح الزجاجية أو تصبيغ الشرائح الزجاجية. أخذ الشريحة الزجاجية هسه، طبعا أخذ الشريحة الزجاجية أخليها هنا بهاي الصبغة، شغل المؤقت، بعدين تقريبا 5 دقائق أجي أظهر السلايد وأبدي أغسله بالدستر واتر بالماء المقطر. أغسل السلايد بالماء المقطر بهذه الطريقة، يعني وجه وخلف السلايد أغسله بالماء المقطر.